أقول لك أخاف إن طول طول انخلى والعقل عقل خلا. وش العقل يا بتحني؟ أنا بشوفها الحين. يا حليلة حليلة يا زين، شعر الزينة ما شاء الله، ذا شعرت ولا اكستنشن؟ ما شاء الله لا إله إلا الله يا زين الزينة، ما شاء الله الخشم الخشم، تقل سلة السيف ما شاء الله. فشلتينا فشلتينا. قول اسكتي اسكتي، ما لك دخل، اخاف انها مسويه لنا عمليه تجميل يطلع الانتاج واحنا نفطس بعدين. خلنا اتاكد. يا حليله ورا ما تمشين قدامي. امشي امشي وين؟ اقول امشي، تحركي تحركي. حصه اسكتي اسكتي يا بنت الحلال، يمكن تطلع عرجه وحنا ما ندري. خلنا نشوف. تعالي تعالي. أمشي مرة ثانية ولا خلاص؟ لا حبيبتي بس. أنتي تعرفين تسوقين؟ قصدها معس رخصة؟ إيه أعرف أسوق ومعي رخصة. إيه ما شاء الله. ما شاء الله. كم ذولي؟ وش تبين؟ تبين تعرفين إذا هي جيدة بالحساب؟ يا بنت الحلال خلنا نشوف خلنا نشوف، يمكن تطلع حوله. ولا تتدخلين لا تتدخلين، ولد اخوي ولد اخوي ذا. اثنين. كم معدلك بالجامعة؟ معدلي 4.5. هفا 4.5؟ 4.5 من 10 يعني مقبول يعني ضعيف. انا قالت لستلبن فيها بلا فيها بلا. 4.5 من 5 مو من 10. شكلك ما دخلتي جامعة. يا حبيبتي انا جامعتي ودكتوراي من جامعة الحياة مو بجامعتكم ذي اللي مدري ايش تبي. انتي تعرفين تطبخين؟ ايه اعرف اطبخ. قصدها طبخ 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 ونفخ جريش وقرصان ومرقوب مو بسلق بيض. ايه طبخ طبخ. ما شاء الله عليها، البنت جميلة وكل شي فيها طيب. خلاص يا مروضة، انتوا اسألوا عن ولدنا وردوا علينا. ايه ان شاء الله على خير. هذا هو عامر يدق. الو. ايه ايه خلاص يلا هذانا طالعين فمان الله. يلا يلا قوم يلا نشوف الساعة على خير. لا 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 البنزين ما جهزت لي ابد ولا تصلح لك. انا اقول انها جايزه لي وعجبتني. ابلش الحين ندور غيرها ولا نخطبها. مغروره مغروره وشايفه نفسها ما ادري وش عليه وثقه بزياده بعد. طيب وش فيها؟ الثقه زينه. وهي صادقه الثقه زينه. طيب الاوصاف الثانيه ما علمتوني عليها. قمر قمر يمشي على الارض. لا يهمك كلام عمتك. أقول خل عنك بس لا طاح الفاس على الراس ذيك الساعة بتذكر كلام عمتك، ما تصلح لك ذي. المهم يمه هي وش رايها فيني وانت تشوف الشرعية؟ هم بيسألون عنك وبيردون علينا، بس ها الله الله بالأخلاق الزينة الأيام الجاية. أبشر بعزس. عنك يا عم والله ما تشيل. عامر خير وش طاري؟ ابد انت بحسبه ابوي واللي تامر فيه انا تحت امرك. بيض الله وجهك وعساك على القوه والله يثبتك بعد. ابشر بعزك ما سوينا شيء يا عم. عاد لا اوصيك اذا احد سال عن عامر قال وش رايك فيه رجال ما هو برجال. الله الله بالكلام الزين. اها هذا نظامك؟ ايه هذا نظامي. يصير خير. بيض الله وجهك. عنك عنك الجار. عاد لا وصيك اذا حتسال عني الله الله بالكلام الطيب. شرب سعدك على خشمي. صحيح يا مروضه الله يبشرك بالخير. اي اي خلاص الحين اقول له الحين. فمان الله فمان الله. يا عامر عامر يمه. سمي. تعال تعال. خير خير وش فيه؟ ابشرك ابشرك الجماعه اسالوا عنك. سألوا عني؟ إيه؟ الله يستر. وش النتيجة؟ النتيجة طيبة وافقوا وقالوا الله يحييكم. أكيد؟ إيه؟ أكيد يما ما تمزحين؟
أنا ومستانس حضرتك إنهم سألوا عليك. أقول مالت عليك بس خليك مثل عمتك، عمتك حصة. شوف هذه من الثقة الحين، أنا عمري 35 سنة ولا تزوجت للحين. المهم يبون يشوفونك اليوم علشان تشوف البنت وهي تشوفك، والله يتمم لكم على خير. سريع سريع. طيب ما يمديني أروح أحلق وحدد الشنب ولمع وجهي؟ وبعد تبي تروح الحلاق حضراتك وتزين لها؟ يا رجال خليك ثقيل، اثقل اثقل، ترى البنات ما يحبون الرجال الخفيف. أبشري. وش هي خطتك المستقبلية يا عامر؟ أكون أسرة وأصير عنصر فعال في المجتمع ويشار إلي بالبنان، وأكون أو لا أكون. ما شاء الله ما شاء الله، حدثني عن طموحاتك. عندي أولويات يا عم، أهلي وزوجتي وأهل زوجتي، سعادتي من سعادتهم لأنهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. هذه بنت الغالية روضة، وهذا عامر. عاد أنا استأذنكم أجيكم بعد شوي. أنت روضة؟ إيه؟ مع أن المفروض بالجامعة. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، وش ذا الزين وش ذا الجمال ما شاء الله، الله لا يضرس. يا رجال خليك ثقيل، اثقل اثقل، ترى البنات ما يحبون الرجال الخفيف. هل تفضلين الزوج التاجر أم الفقير؟ أفضل التاجر، فكرة وثقافته وتعامله. طيب وش دور الزوج والزوجة بالبيت؟ الزوج هو رأس العائلة، والزوجة الرقبة اللي تحرك الرأس. أبلش، جواب ذكي وغامض وخطير، وأنا ما أحب البنت المغرورة والذكية والغامضة. وش تقصد؟ أقصد أن المقابلة انتهت والشوف الشرعية تمت، وبتجيك النتيجة من أمي. صدقت عمتي حصة يوم قالت شايفة نفسها وثقيلة ومغرورة. بس والله زينة، الجمال مو كل شيء يا عامر، خليك ثقيل زي ما قالت عمتك حصة. السلام عليكم. مع السلامة. انت شايف نفسك وش عليه؟ ليش ما تبيها؟ مغروره وشايفه نفسها. اها مغروره وشايفه نفسها، هالكلام هذا انا قلته لامك، بس امك الله يهديها راسها يابس ما تسمع الكلام. اقول اترك الموضوع علي وزهلها بس. معصي، ما بيك تتدخلين بيني وبين ولدي. عاد انا قايل لكم هذه شروطي، اذا ما توفرت ما راح اعرس. من زينك عاد شروطي وشروطي، ومن اللي بيقبل بك انت وشروطك ذي؟ خل وحده تقبل بك اول. لا يا شيخه، الحين مو بتبوني اتزوج واستر على نفسي؟ خلاص جيبوها على هواي. انت مو قلت تبي وحده جميله ومثقفه؟ هذه البنت جميله ومثقفه. لكن هذه ما طلعت مثقفه، طلعت فيلسوفه وذكيه. وانت يا لكمخه تبي وحده غبيه؟ عندما يجتمع الجمال والخيال وكيد النساء في امراه، تاكد انك في مأزق. مأزق؟ مأزق؟ والله اللي بتاخذك هي اللي في مأزق. بعدين هالجملة ذي مو سارقها أنت؟ من المكتبة. قصدي الزوجة الذكية يا عمة تورط زوجها. اي هذا إذا كان ذكاء الرجل الله بالخير. عارف قصدك يا عمة وبمشيها، بس أبيك تدوري اللي على زوجة ثانية. أقول يا أبو صالح. سم. أبيك توصي أبو صالح، لا تعرف أنت جواد، بس شرطنا في الأبشن. في الأبشن؟ موتر ولا بنت؟ زوجة العامر، يبيها كاملة الوصاف. كاملة المواصفات هذه لازم تفصل تفصيل. بندور رقع، بس لا تنسى توصي زوجك وبناتك اللي قوة جودية تعلمنا. وكم الموديل؟ قصدي وش المواصفات؟ يجي 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 عجيب والله. طب هو راح فين يا حق؟ ليه؟ هذه حياتكم العزوبية، تابعوا مسلسلات ومتسدحين بس. كمان زميله كمان. حي الله عامر، ما شاء الله، وش ذا الزين؟ وش ذا العطورات؟ ما هي بذا العادة؟ لا يا شيخ، الحمد لله كل يوم خطبة ونظرة شرعية، ما نمثلكم. يا عيال يا عيال باركولي.
اخيرا لقيتها. الف مبروك، اهم شيء يكون جيراننا كويسين وكل شيء فيها جديد. ايش دخل الجيران؟ انت مو بتقصد الاستراحه الجديده اللي ندورها؟ لا يا ابوي، انا خلاص لقيت نصفي الثاني. يا ابوي انا كتبت كتابي. يعني صرت مؤلف؟ يا فقي انت ما تفهم؟ خلاص حطلق العزوبيه، انا حتزوج. اها حط على السعوديه الرياضيه. قول عامر، وش رايك بذا البنت؟ اعتبرها عاديه، ما عجبتني. عسى ما كلمت اهلها. ما عجبتني؟ اقول يا توم كروز، تعرف من هي ذي؟ من هي؟ هذه كاترينا غزال، ملكه جمال الكون. اذا هي كاترينا غزال انا عامر علي وما عجبتني. عامر علي كلاي. اقول انت متى تفهم؟ انت متى تفهم؟ اذا ملكه جمال العالم هذه ما عجبتك، من اللي بيعجبك انت؟ نظرت خشتك انت في المرايه، نظرت وجهك انت، انا متاكده انك ما شفت وجهك من زمان. عاد انا ما عجبتني ودوري لي غيرها. يا ربي ذا الولد ذبحني، وش اسوي بك؟ ها اذبحك اذبحك انا اذبحك. ابشرك يا ابو عامر، ام صالح لقت الفل، ابشن اللي تبونه. تهدأ تنكت انت. زوجه العامر. من هي بنته؟ من قالهم؟ بنت ابو خالد هامور العقار. ابو خالد ما غيره؟ ايه ابو خالد راع العقار، لكن الشرط شرط، تدفعون عند الرؤيه الشرعيه عربون، اذا جازت لكم البنت زين على زين، واذا ما جازت يروح عليكم العربون. حاشا، هذه قطعه ارض ما هي زوجه. لقيتها يا ام عامر. بشري عسى لقيتيني شغاله. شغاله؟ كلن على همه سارة وانا على همي سريت. لقيت العروس اللي مفصله تفصيل على عامر. ما يجي منك الزين. الزين عندنا والشين حوالينا يا حبيبتي. لقيت العروس اللي مفصلتن تفصيل على عامر، كاملتن الاوصاف وش زينه تقل غزال. زين اللي لقيتكم، اسمعوا. اقول اسمع انت، والله لو انك ما انت ولد اخوي ما اوقف معك، بس ايش اسوي؟ ولد اخوي لازم اوقف معك. بشري لقيت لك عروس. من هي؟ هيفا. يلا من فضلك، ومالك الا هيفا. الاسم بطل، بس ابي اشوفها. قالوا بيسالون عنك ثم نتشوفها. عادي خلهم يسالون. مبروك مقدما. ماذا يعني لك الورد؟ يذكرني بجمال وعبير زوج المستقبل. من هو مخترع ماكينه الخياطه؟ وش جوك انت؟ ايه هذا زواج مو بلعب عيال. جاوبي سريع سريع يلا. المخترع سنجر، عام 1848 ميلادي. هل تعرفين لغه القمر؟ انا اعرف بس لغه الشمس. اجل انت قوطيه؟ ايه نصراويه وافتخر. الحمد لله الذي اظهر ميوله قبل ما يصير خطبه ولا زواج. يعني انت هلالي؟ ايه هلالي، انا الزعيم الشقردي العالمي، ولو مهرك بريال ما دفعته. وانت لو تدفع مليار ما قبلت فيك يا هالطاقيه. لا يا شيخه، من زين وجهس كره. مع السلامه. ان شاء الله نرد لك خبر في اقرب فرصه. عامر، عامر وين رحت يا عامر؟ سمي عم موجود. تقدر توكل اول الحين وبرد لك خبر. يعني امشي؟ ايه امشي روح. مع السلامة. ها بشر وش صار؟ ما تصلح. شلون ما تصلح؟ شلون ما تصلح يا اخوي؟ يا اخوي البنت هذه فيها كافة المواصفات. ربة بيت، متعلمة، مثقفة. ايه بشينا. وش نشينا يا 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 روميو، من زينك انت وجهك. يعني خلاص مستعد تتزوج انت؟ انا قايل لكم ابي زوجة فل اوبشن. صبون جميل الله المستعان، صبون جميل الله المستعان. طيب ما علينا، تعشيت؟ لا ما تعشيت. شلون اتعشى وانا جالس عند الرجال؟ خلاص اجل، ايش رايك نروح نتعشى عندي في البيت؟ فكره حلوه، يلا مشينا. يا هلا يا هلا والله، زارتنا البركه. هلا ابو اخوي عامر. هلا. هذه ريما؟ ايه ما شاء الله كبرت. ايه طبعا كبرت ما شاء الله، شوف صارت عروسه بعد. يلا حبيبتي سلمي على عمو عامر. يلا يلا يلا. هلا حبيبتي، هلا ما شاء الله، الله يحفظك. ترى كنت بعطيك 5 ريال بس محفظتي بالسياره. يا قديم الحركات من ايام الحاره دي. حبيبتي يلا عيوني، وحي ماما قولي لها زبط لنا الشاي. يلا عيوني يلا بابا. الله لنا يا تروك، من عقب السروال الفنيله والثوب المقطع الحين نظفت وصرت تلبس زين وريحتك شامبو. عامر ايش فيك انت؟ لا تتقد تفضحنا. الحمد لله الحين انا تزوجت والمدام سنعتني، رتبتني، عطرات، حركات، وثياب، شوف حتى الشمغمك وي. الله يخليكم البعض. الوجه هذا مو بغريب علي. أقصد أن المقابلة انتهت
والشوف الشرعية تمت وبتجيك النتيجة من أمي. صدقت عمتي حصة يوم قالت شايفة نفسها وثقيلة ومغرورة. سبحان الله نصيب. أبشرك يا عامر، لقيت لك زوجة حجازية متعلمة دلوعة ست بيت، تسوي لك منتو فربوزة كاملة سليق. ها إيش قلت؟ كفو، أصبر خلنا أشوف مواعيدي. أقرب موعد الثلاثاء 3 ديسمبر، أوكي؟ يناسبكم؟ ليه وش عندك؟ أبد، عندي شوفات شرعية. انتبه انتبه يا شوكش، ترى بيفشلك مثل ما فشلني. أنا زوجتي شافت له وحدة فل أوبشن على قولته ورفض. بس يا حبيبي يا عماد، بس يا حبيبي، كلها ساعتين وناخذ أمك من الزواج. بس يا حبيبي يا عماد، قول يا هوا، قول يا هوا. يا الله، الحين نسمي ولدك عماد؟ لا، أمه سمته على خالها. خذ خذ، غير الحفاظة ترى ريحة مخيسة. صح صح، يلا بس 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 يا حبيبي، يلا يلا يا عماد، يلا يلا. يا عامر، ترى الدعوة ما هي فل أوبشن، أهم شيء التوفيق. الدنيا حظوظ، الله يرزقني مثل ما رزقكم. وش فيك وليديك اسبوع ما طلعت من البيت؟ أخوياي كلهم عرسوا وأنا باقي ما تزوجت. لا تجيب طال الزواج عندي، شايف البنات الرياض كلن، ولا عجيب عنك السلوكي؟ يا أبو عامر ارفق على الولد، الزواج ما هو بيده، الزواج قسمة ونصيب. الزين عندنا وشين حوالينا، لقيتها ومباركين عرسان اثنين، ليلة ربيع عيل وقمرة. انتهت عقدتك يا عموري. الله يشغلكم، اشغلتونا بهالزواج. لقيت لك المكتب المتخصص في الزواج، يجيب لك العروس اللي انت بيها بالمواصفات اللي تبيها. الله يصدقك وينجك انت وياها. كم اذف عن وجهي. شوي شوي على الولد، الله يهديك. الحقي هذه بعدين اذف وياها. تعوذ من ابليس يا ابو عامر. الحقيها بعد تذلفي. عجيب والله. حياكم الله يا هلا، اهلا وسهلا. ما شاء الله ما شاء الله، المكتب مرتب وكل ما فيه يفتح النفس. ما قصرت، هذا من ذوقك. شوف يا مشعل، هذا عامر وانا عمته حصه. ما شاء الله على ولدنا، كلها ملح وقبله. لفينا الرياض كلها ندور له على عروس وما لقيه للحين. بنات الرياض كلها شافن ولا عجبتها ولا واحده. وحنا امدحوا لنا مكتبكم انكم تجيبون ما شاء الله عروسات حلوات مثل الشروات. نبي عروس لولدنا. غريبه ما تزوج الحين مع انه كيوت واخلاقه عاليه. انا الله ما يسلمك يا مشاعل. يا عامر هذا اول زواج لك؟ الاول والاخير. اسمعي يا مشاعل، خلنا اعلمك عيوب عامر قبل ما حاسنا. ولدنا ما شاء الله عليه رقيق ورومانسي وحبوب وطيوب ويحب يلعب مع البزارين. اموت في الاطفال انا. يا ابو ثلاثة ويا ابو ثلاثة وسهر الليل، يا ابو ثلاثة ويا ابو ثلاثة ويا ابو. العب وانت ساكت. وعيبه الثاني انه يحب الاتيكيت، ياكل بالشوكة والسكينة. تدرين حتى الرز والكبسات ياكلها بالشوكة. ما شاء الله. وهي صادقة، يقولون لي كل بيدك، اقول لهم لا معصب. والعيب الثالث يا شوشو اني انسان رومانسي لكن للأسف منسي. خلص من اليوم يا عامر ما راح تصير منسي. وهذا يا مشاعل ملفة فيه كل شروطه وعيوبه وكل شيء تبينه موجود بهالملف. إن شاء الله أسبوع واحد وأتواصل معاكم. مو كثير. ها بشرة وش صار؟ أبشرت مشاعل إن شاء الله ما قصرت، قالت أسبوع وترد لنا خبر. يعني خلاص؟ ايه خلاص، المكتب ذا سمعته في العلالي، ان شاء الله كل اسبوع يردون لنا خبر. كانها بدر ظهر بالعيد الاضحى، الرموش مسطره كلها عساكر. ما يحتاج، انا لقيتها لقيتها. صنعوا كلها فلاتر والفلات. حياك الله يا اخ عامر، وانا اتشرف بنسبك. الشرف لي يا عم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أستاذنكم. مع السلامة.
واخيرا لقيت كامل المواصفات اللي ابيها. الف مبروك علينا يا شوشو. بعد ما درست ملفك اتضح لي انك ما تناسبني. انا؟ طب ليش؟ لاني ادور على زوج فول اوبشن. مركز بدايتك.